مين احسن لاعب في كاس العالم؟ طبعا لاعب ميسي. ليه ميسي؟ معروف في لعبه في الكوره وفنه وحركاته، يعني افضل لاعب فعلا. اكيد رونالدو يعني تالق، بس ما الفرقه ما ساعدتوش اللي هو يوصل للنهائي. انا رايي ميسي طبعا، اداؤه عالي ولعب ماتشات كويسه. بالنسبه لي ميسي. مين احسن لعيب في كاس العالم؟ ميسي، عشان انا بحبه. احسن لاعب في كاس العالم هو ميسي، متع شعبه كله لحد اخر لحظه، من اول مباراه لعبها لحد اخر مباراه. مين احسن لعيب في كاس العالم؟ ميسي ان شاء الله باذن الله. ميسي بحس انه بيعمل كل حاجه في الكوره، الكوره لازقه في رجله بيمشيها زي ما هو عايز، بيجبر اي حد ان هو لازم هدخل جون، فشيء طبيعي ان انت هتبقي متعاطفه معاه ومتقد ويعني منفعله معاه وتفضلي معاه يعني.